ورئيا. ثم قال تعالى: قل أي يا رسول الله من كان في الضلالة من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. آية شبيهة بآيات المباهلة، أي إن كنتم تقولون يا أهل الشرك إننا على ضلال، ونحن نقول عنكم أنتم الذين على ضلال، فتعالوا نحن وأنتم نجتمع على شيء، نجتمع نحن وأنتم على أمر، وهو أننا جميعا ندعو ونقول: اللهم من كان ضالا منا فزده ضلالا. تعالوا نحن وأنتم نجتمع على هذا القول، نقول: يا رب أينا أضل فزده ضلالا مما هو فيه. فهذا قوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي ليزده ضلالا إلى ضلاله الذي هو فيه. وهذه من المحاججات الطيبة التي يدعي فيها الخصم أمرا، وتدعي أنت يا مسلم ترى أنت يا مسلم خلافا. ومن المناقشات والمناظرات الجيدة في هذا المقام أو في مقام مشابه شهيد الاحتجاج، أن رجلا من أهل الاعتزال كان يناقش رجلا من أهل السنة، أو رجل من أهل البدعة كان يناقش ويناظر رجلا من أهل السنة في مسألة رؤية الله يوم القيامة. فالسني يقول: نحن سنرى ربنا يوم القيامة، أهل الإيمان سيرون ربهم يوم القيامة، والآخر قال: لن نرى ربنا يوم القيامة. وكل يدلي بما عنده من أدلة. فقال له السني: تعال نجتمع على شيء، ادعو وأنا أقول آمين، وأدعو أنا وأمن: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة. ادعو علي وقل آمين، ادعو على نفسك وقل ادعو على نفسك وقل أنك لن ترى ربك يوم القيامة، ولا سؤمن يعني، أو قل نتفق على شيء: أنتم لن تروا ربكم، ونحن سنرى ربنا إن شاء الله يوم القيامة. فقوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي يا رب من كان منا ضالا نحن أو هو أو هم فزده ضلالا إلى ما هو فيه. فهي كآية المباهلة التي في سورة آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذه من الحجج القوية في الخصومة، أن تباهل أو تلاعن من يعارضك تدل على قوة موقفك. ولذا شرعت الملاعنة أيضا في الأمور ذات الخطب العظيم، أمور ادعاء الرجل على زوجته أنها ارتكبت الفاحشة، شرعت آيات الملاعنة لسد هذه الظنون وقطع هذه الوساوس والهواجس والاتهامات. فإذا ادعى رجل على زوجته أنها زنت وأنكرت هي الأخرى،
ورفع الأمر إلى الحاكم القاضي الشرعي دعاهما إلى التلاعن في آيات الملاعنة المتلوة في سورة النور، وهي قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب أي الدنيوي العاجل، وإما الساعة، والساعة كما قال تعالى أدهى وأمر، إما العذاب وإما الساعة، فالساعة أدهى وأمر. فإذا سلم أحد الظالمين من عذاب الدنيا فموعده الساعة، والساعة عليه أدهى وأمر. فإذا قطعت أوصال رجل وهو حي في الدنيا، وأحرق بالنار في الدنيا، وسيم أسوأ صور العذاب، فعذاب الآخرة أشد وأبقى، والساعة أدهى وأمر. قال تعالى: إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا. هل نحن أشر مكانا لكوننا لا نملك القصور ولا نملك النوادي، أم هم؟ فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فهؤلاء أهل الكفر يوم القيامة هم في شر الأماكن، في جهنم والعياذ بالله، وليس لهم آنذاك جنود ينصرونهم. قال تعالى ذكره: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، استدل بها على زيادة الإيمان خلافا للفرق التي أنكرته من أهل البدع. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فالإيمان يزيد. ورب العزة قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. في الآية: أن من سلك سبيل الصلاح وسبيل الإيمان زاده الله توفيقا، لأن الله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهكذا ينبغي أن نسلك سبيل الصالحين، ييسره الله لنا ويوفقنا الله إليه، وفي ذات الوقت قد قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
فقوله في صدر الآية تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، دال على المراد، دال على المراد. قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. هذا هو كما ذكر في قوله تعالى: قل من كان في الضلالة، أحد معانيها وهو المباهلة، فسمى وجه آخر: قل من كان في الضلالة فالله سيزيده ضلالا إلى ضلاله، على غير معنى المباهلة، إنما هي على المعنى المقابل: للذين اهتدوا زادهم هدى. وهنا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلقوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، معنيان شهيران: المعنى الأول أنها على معنى المباهلة وتقدمت أدلته، والمعنى الثاني إخبار، وكما أن الله يزيد الذين اهتدوا هدى فكذلك يزيد الذين سلكوا طريق الضلال ضلالا، على غرار الآيات المذكورة: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وكقوله: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، وكقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذا الوجه الثاني للآية المذكورة. أما عن قوله تعالى: